اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. منورنا يا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن اسامه وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عماد النحاس والدكتور احمد سبت. طاقم تحكيم مباراه الاهلي واورلاندو اليوم، طاقم موريتاني، حكم ساحه كابتن عبد العزيز بو، مساعد اول يوسف محمد، مساعد ثاني باكاليدا، حكما رابعا بابكر صار. تمام يا كابتن اسامه. دايما بنتكلم على صعوبه المباراه، هل هي صعبه، متوسطه، سهله؟ النهارده في تقييمنا للمباراه هي مباراه بنقول سهله تحكيميا. وليه سهله تحكيميا؟ ما عندناش اختبارات داخل مرات الجزاء. روح اللاعبين مع بعض يا كابتن اسامه روح عاليه جدا جدا، هنلاقي ان كل متعاون، حتى الجمهور كمان كان جمهور يعني مسالم مسالم. مباراه سهله جدا التحكيم، ولكن للاسف التحكيم النهارده، وانا بتكلم بامانه، يمكن البعض يرى الحكم مفيش مشاكل، لكن عندي مشاكل التحكيم النهارده، عندي فقدان تركيز للحكم والحكم المساعد والحكم الرابع. عندي عدم التوقع والقراءه والتحرك للحكم حالتين. عندي كمان حاله مهمه جدا جدا ودي جيبها، وهنا لو الفار موجود او مش موجود هنشوف المفاجاه يا كابتن اسامه في الحاله الاولى. طب قبل ما اروح للحالات يا كابتن ناصر، واحنا بنتكلم عن دور المجموعات، دور مهم جدا، ليه الاتحاد الافريقي ما بيطورش في حته التحكيم دي بدخول الفار من دور المجموعات، وايضا كمان من اول مباراه في دوري ابطال افريقيا؟ كلام مهم جدا يا كابتن اسامه، وعلى فكره واحنا بنتكلم عن التطوير، الموسم اللي فات في انديه صعدت بسبب عدم وجود الفار، انديه صعدت اخطاء تحكيميه، اخطاء تحكيميه صعدت فرق واستبعدت فرق من الصعود للدور الثاني. هنا عندنا بنتكلم على الفرق اللي موجوده، الامكانيات موجوده، يعني جنوب افريقيا عندها الفار، احنا عندنا باص الفار، ما عندناش مشكله، يعني حتى لو هطبق الفار عندنا الفار موجود، وعندنا جنوب افريقيا، في المغرب موجود الفار، في تونس موجود، يعني خلاص الفرق اللي بتلعب كابتن اسامه ما عندناش مشكله، المفروض الفار يتطبق في هذه المجموعات. ولكن المشكله اللي الاخطاء التحكيميه في دور المجموعات للاسف بتظلم بعض الانديه كابتن اسامه.